ووصلنا لأولى فقراتنا لليوم، وضيوفنا يحلم الأباء والأمهات بتخصص رفيع المستوى لأبنائهم بصرف النظر أحيانا على مدى قدراتهم على النجاح بهذا التخصص، وفي مقابل ذلك رغبات وأحلام الأبناء قد تعارض الأهل وتعارض مخططات الأهل. أكيد ليا، ودائما بنسأل إنه كيف ممكن نساعد الأهل والطلاب بإنه يختاروا شيء ضمن طبعا طموحهم وأحلامهم ويكون هالاختصاص بيناسبهم بالنهاية. كل هالأسئلة رح تجاوبنا عليها ضيفتنا لليوم الدكتورة رولا الصيداوي، اختصاصية نفسية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. مبارك لطلابنا التفوق والنجاح بالشهادة الثانوية والشهادة الإعدادية. عجد هيك ألف مبروك إن شاء الله، ونكون مستقبلهم مثل ما بيتمنوا يا رب. طلعت النتائج انبسطنا فرحنا، قدمنا على المفاضلة ونطرنا شو بده يطلع لنا. الأهل بيختار شيء، احيانا الابناء بيتمنوا شيء بس مو على تنفيذا لاحلام الاهل. هون قديش نحن لازم نعطي هاي الحريه باختيار المستقبل لابنائنا لحتى يبدعوا بالماده اللي اختاروها؟ في نقطه ضروريه نحن بنقول انه دوما نحن اباء وامهات ونحن بنحب نختار، في فلسفه عندنا انه بنحب الاغلب نختار الفروع دوما العلميه، فروعات مثلا الطب والصيدله والهندسه وطب الاسنان. هلا هذا امر محبب وامر كثير منيح وبنتمنى اولادنا كلهم، لكن مو معناتها هذا الكلام انه نحن الفروع الثانيه هي ما لها اهميه، عكسا تمام، إلى اهميه كبيره وإلى مكانتها، وكل طالب له ابداعه بفرع معين. نحن بدنا نحاول نقنع، يعني انا ما فيني اقول انا بدي افرض على ابني، لانه هو بده يكون اذا كان فات دخل طب وهو بناء على رغبته بده يقعد خمس سنوات، هالخمس سنوات هو شاعر، لو هو عم يدرس لكن شاعر بنقول نحن بحزن بقلبه انه هو ما فات الفرع اللي بده اياه. فاول واخيرا بدنا نحاول نقنع باسلوب نبين له الايجابيات والسلبيات لكل فرع، نبين له الصعوبات وبين له الميزات حتى يفوت على قناعه غير رغبتي طبعا. اكيد. طيب دكتوره خلينا نحكي اليوم كمان في كثير طلاب بيكونوا جايبين علامات عاليه وعاملين مجهودهم باقصى ما يمكن لحتى يكونوا بمستوى عالي، ولكن هل هي فقط العلامات العاليه بتحدد قدرات الطالب ولوين بده يتجه ويتخصص، ولا لا في معايير ثانيه؟ لا اكيد في معايير ثانيه. هلا طبعا احنا ما من يعني ما لا شك فيه انه نحن العلامات العاليه هي بيكون اجتهاد طالب، رغبه بفرع معين يدخله، لكن مو معناتها اذا الطالب اللي ما جاب علامات معناتها هذا طالب غير مجتهد، ابدا لا، قد يبدع بالفرع ويطلع من الاوائل، هو ممكن يفوت فرع هو بالنسبه له يعني يكون فرع ما حصل مثل الفروع العلامات العلميه المجالات العلميه، لكن بيبدع فيه. احيانا انا عندي كثير طلاب من طلابي دخلوا هن يعني اولادهم دخلوا يعني صاروا هن اولادهم هلا بالبكالوريا ودخلوا في معهد وابدعوا من الاوائل ودخلوا التحقوا بعدين بالجامعه، يعني طلعوا من الاوائل بالمعهد، معناتها الطالب المبدع وين ما حطيتيه مبدع. صحيح. اليوم في كثير طلاب من طلابنا هو ضايع باختيار الفرع المناسب له، كيف بيسال حاله بينه وبين حاله، كيف بيرتب افكاره؟ خلينا هيك نتعلم شوي لحتى الابناء يعني يدخلوا الفرع اللي بيناسبهم. بتعرفي هلا هن بيكونوا بعمر المراهقه شوي هيك وطالعين وضايجين ومرقت كورونا، فكثير في ستريس عليهم. هلا هو في نقطه نحن قبل يعني هلا طبعا الحمد لله طلعت النتائج، لكن قبل النتائج فتره الامتحانات انا سبق وقدمت كثير يعني مثل مواضيع عن قلق الامتحان. ما بدنا نضغط الطلاب، يعني انه لازم انت تدخل الفرع المعين واذا ما دخلته معناتها انت غير مجتهد، ونقارنه باقربائه ونقارنه بزملائه، هذا الامر بيعمل له احباط، بيعمل له يعني تعب، ممكن يعمل له اكتئاب، ممكن يعمل له ضغط نفسي، فنحن بغنى عن هذا الامر. ابني نجح جاب علامات، هلا نحن قدام الامر الواقع، دخل هاي المجموع اللي جابه، هذا المجموع بدنا نتقبله، ما بدنا ندمه لو كنت دارس ونقعد نضغط عليه فوق انه هو اكيد شاعر انه لو درس اكثر رح يجيب، فانا بدي يكون هون امتص هذا الحزن اللي بقلبه، انا كأم او كأب انا عم بحكي، انه نمتص هذا الحزن اللي بقلبه، نحن نحاول نبين له ميزات هالفروع اللي حسب علاماته، مهما كانت لو ما كانت طموحه، حتى يصير هو يدخل فعلا برغبه. والطالب بينه وبين حاله كيف لازم يفكر؟ هلا بالنسبه للطالب بينه وبين حاله نقطة مهمة كثير، انه هو كمان بده يطلع يشوف يسأل حتى يدخل للفرع يكون فعلا على بينة، ما يكون يفوت على نور، ما يكون عفايت على انه هو ما على عدم علم يصير في صعوبات امامه. فانا بسأل مين في طلاب مثلا بهذا الفرع من معارفي او غير معارفي،
بدخل فوت بشوف الجامعة قبل ما يبلش الدوام، ممكن بسأل مثلا الأساتذة الموجودين حتى أنا فوت على بينة، فأكيد أنا كمان بدي حاول الطالب هو كمان يدرب نفسه أنه هذا الفرق أكيد أنا بدي أبدع فيه مهما كان بده يبدع فيه أكيد. أكيد. طيب دكتورة خلينا نحكي اليوم خلصنا مرحلة الشهادة سواء البكالوري أو التاسع، في مرحلة اللي هي التحضير اللي نحنا قلنا بدنا ندخل فيها على الجامعة، بتبلش أسئلة إنه بعد اللوم والعتاب أو الفرح الشديد إنه أنا شو بده يجيني من هذا الفرع. في ناس كتير بتفكر بهذا الشيء ما تماما. بفكر بالتحصيل العلمي صح. وإذا أنا بقدر أبدع بهذا المجال شو ما كان يكون أو لا، هل هذا مطلوب بسوق العمل أو لا. خلينا نحكي اليوم عن بعض الاختصاصات اللي ما كتير ناس بتركض عليها بس هي فعلياً مطلوبة حالياً بسوق العمل. الاختصاصات بشكل عام كل تخصص وكل فرع له مجاله وعمله، لكن هو الطالب بده يتقن نقطة أنه أنا بدي أبدع بهذا الفرع وأطلع من الطلاب الأوائل. أنا قد مثلا طالبة بالبكالوريا ما حصلت علامات عالية، دخلت فرع جامعة، لكن هو ممكن أنا دخلته حسب علاماتي لكن أنا فيني أطلع من الأوائل وبيفتح لي مجالات. وإذا أنتم بتعرفوا يعني أنه لما يكون الطالب من الأوائل ممكن إذا كان هو تحصيله العلمي عالي يقدر يدرس بالجامعة يعمل دبلوم، فهي نقطة كتير ضرورية. الأمر الثاني إنه هو فعلاً هذا أمر محبب إنه يشوف إنه من وراء هذا الفرع أنا بدي أشتغل بسوق العمل، وهذا أمر حقه طبيعي خاصة الشباب. الشباب بيحلموا فوراً إنه هن حتى يكونوا عم يدرسوا وعم يعملوا. والفروع كتير، في عنا فروع عمل علمية وفي فروع مهنية، فنحن لا مانع إنه نحن نكون نجتهد حتى نحقق، وكل إنسان كل مجتهد نصيب، كل إنسان بيتقن دراسته وعمله أكيد رح يلاقي فرص عمل أكيد مما لا شك فيه. ما يقعد هو ينتظر حتى تجي، أنا بدي أبحث عن فرصة العمل، مو هي تجيني أنا قاعد ببيتي ما حدا بيشوفني. أكيد في كتير ناس درسوا بأفرع ولكن اشتغلوا بمهنة مغايرة كليا كل البعد عن الفرع يلي درسوا. اليوم عند دخول الجامعة وعلى أرض الواقع أكيد غير التخيلات، غير حكي العالم تمام. غير أي شيء مرق بحياتهم قبل هون، كيف بتكون هاي الصدمة لحتى يكفي مسيرة الجامعة لحتى يكون صح بالجامعة أكثر؟ هلأ هو بالدراسة الجامعية هو بياخد الأمور النظرية وأمورنا العملية. طلع تخرج هلا بقلب الجامعه هو في صعوبات، يعني كلياتنا درسنا جامعه ودرسنا طلاب، كل وحده يعني اكيد وشافت صعوبات كثيره، بس هذا لا يعني انه انا بتخلى عن هدفي، لازم يكون عنده هدف. هلا هدفه هو يكون مدرس بالجامعه، هدفه يعمل، هدفه يسافر، هدفه ياسس ببلده، هذا هدف سامي، بس لازم يكون له هدف، هدفه يشتغل حتى بس هو يحصل مثلا انه يقدر يأمن طلبات معيشته، حتى كمان عنده هدف، مهم يكون عنده هدف ليشتغل عليه. صعوبات اكيد موجوده انا ما بنكرها، لكن مو معناتها الصعوبات عم بحكي عن صدمه اختيار الفرع ما بعد الدخول بالفرع. هلا طبعا صدمه الاختيار نحن بالنسبه انه هو اختار الفرع اللي هو مو رغبه له او هو مو كتير حلمه، لكن صار انه دخل هذا الفرع، مو معناتها انه انا خلاص بوع تحت دائره الياس. اكيد لا، فيني ابدع فيه، فيني بفهمه منيح وبابدع فيه. صح انا كان عندي ميول تاني، لكن انا هذا الامر الواقع. كل انسان اذا تقبل واقعه اكيد بده يبعد عن الامراض والمشاكل النفسيه، اما اذا انا بدي اقعد تحت دائره الياس والاحباط والزعل معناتها انا بحياتي ما بنجح ولا خطوه لامام. اكيد. طيب نحن كمان اليوم عم نحكي وفي درجة كتير كبيرة من بعض خليني أقول الطلاب ما عندهم هذا الوعي، يعني هو بعده طالب بكالوريا طلع لسه بيكون في كتير أفكار بباله ملخبطة، ما أنه شايف تجارب تمام، ما أنه حدا حاكي له أنه أنت لا إذا دخلت هالفرع ممكن تبدع فيه. لهيك دائماً عم نسأل عن دور الأهل بهذا الموضوع. اليوم شو بتوجهي لهم نصايح كيف يتعاملوا مع أبنائهم بمرحلة المفاضلة والاختيار وحسابات العلامات وحسابات كتير شغلات تانية؟ هلأ في نقطة مهمة إنه الأهل يكون عندهم هذا الوعي والاطلاع الكافي. في كتير هلأ الآن دورات عم يعملوها قبل اختيار التخصص الجامعي، عم يعملوها بجامعة دمشق، عم يعملوها ببعض الفروع أحيانا بالفروع معينة، إنه بيعملوا دورات للطلاب المتخرجين الآن خالصين شهادة البكالوريا، فهذا بيساعدهم للاختيار. دور الأهل، أنا بالنسبة أنا كأم أول شيء بدي يكون عندي اطلاع، دلهم وين في مجال في دورة حتى يسجلوا فيها. الأمر الثالث أنا بدي أحط له الخيارات، أنه أنت بتعرف إذا حطيت سجلت عن المفاضلة سجلت هذا الفرق ما عاد خلص، سجلت هذا ممكن يطلع لك من قبل، يفكر منيح وما أضغطه،
ما اضغطوا مشان انه لانه فلان دخل من قرايبينا، لا، هي نقطه كثير ضروريه، لانه للاسف نحن البعض ما لاقوا عمام انه لازم يفوت هالفروعه، يعني ما طلع لفروعه مثلا هو بده على فرض نقول الفروع العلميه العاليه، فورا بنختار، طب ممكن هو بده فرع يكون مثلا هو رغبته يكون يدرس فرع ثاني، طب ليش انا حتى اضغط عليه؟ لانه بدي كلام الناس. بالبعض البعض نحن لا نعمم، ما بيهتموا بصحة أولادهم بقدر ما بيهتموا بكلام المحيط. فأنا هون بدي أولادي رغبتهم، وأنا أكون وراهم هالخمس سنوات أو أربع سنوات سنين الدراسة بالجامعة، أكون أنا داعمة حقيقية كأم إلهم أكيد. نعم. وأي فرصة بقدر أو أي مساعدة لازم ما أبخل فيها عن أولادي. نعم، نحن عمنا نتشكرك كتير ونتمنى النجاح والتفوق لكل الطلاب. شكرا كتير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة رولا، وعن جد ان شاء الله يا رب، يعني مثل ما حكينا ليا السنه كان في كثير ناس ناشرين انه كمان ابنائهم ناجحين وبعلامات عاليه، وكان في عندنا نسب تفوق. ان شاء الله التوفيق للجميع يا رب. شكرا لك.